في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي أوليلي كاريزما زياد كلمة تقولها للمغادر اليوم أقول يا السلطان في أمان الله والله إنك أخو يفتخر الشخص بخوته تضحي كثير تحب كثير تعطي كثير حتى وإن كان الحساب نفسك سلطان العنزي أنا كسبت أخذ البرنامج الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك يا حبيبي يا حبيبي الله يوفقك يا كان قصرنا والله بدون مجاملة وقوله ربي شاهد عليه ربي شاهد عليه من أجمل الشخصية الراقية الله يطول عمرك سلطان من الأشخاص المبادرين اللي يقدم الشباب على نفسه الأسبوع الماضي عيالي كلهم بكوا في البيت يجيني فيديوهاتهم الآن سألت نفس الوضع أنا ما أدري كيف أهدي عيالي لا بزوه إن شاء الله الأطفال اللي يحبوك تأكد إن يعني غيرهم مئات وآلاف الناس مشاهدوك وهذا الحب أنت زرعته بتواجدك بصمتك تقديرك للجميع تقديمهم على نفسك حتى سلطان يشتغل على تحت البث أكثر منك يا حبيبي وأنا متيقن متأكد إنك كان أفضل أجمل بإذن الله ترى ما فهم عليك علمه بالإنجليزي وش اسمه لا بس ما أنا كذا أسيبك عسنا بعد هذا الشيء لا والله إن نحبكم والله إن نحبكم والله والله الله أعلم في حالي بعد اسبوعين اشوفها ان شاء الله باذن الله باذن الله انا والله ذا الرجل ذا يعني لا بالعكس والله يا سلطان يعرف انك انت انسان قوي في البرنامج وبرا يا حبيبي تجعلني انت وانك موفق ان شاء الله يا جعلني برك في امك يا جعلني انت سلمنا على امك والله يا حبيبي يا حبيبي بالعافية والله ما اطلع من هنا تضحك الله يوفقك يا ابو احمد يا حبيبي والله يوفقك ويسر امرك ان شاء الله والله أقول الله قدر عيارة الجميل أقول الله قدر عيارة الجميل يا حبيبي أعيد وكرك والله ما يكن فيك لا شعور ولا قصار ولا تعابير والله أخاف أذكر شيء وأتلع ثمتي شيء وأقصر في حدك ما أقول الله يرحم والدك يجزاك بالجنة مثل ما تجملت معي فيك الله يدخلك الله يدخلك يا روح زمان عند خوال وحنا يا قلبي انا عارف رايح انا رايح انا اخوك سلم هلا 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 يا روح من يغني لي فهد مطر الحين نقول مطر ان شاء الله يا حبيبي انت يا روحي مرحبا فيك مليون حبيبي ام نور تسلمني عليك باذن الله باذن الله هلا بس انا قول انا بقول لك بس قبلها حكيتكم لا لا يمكن صلى الله على الله انت انسان ناجح افكارك جميله جميع الافكار اللي كنا في بدايه الاسابيع اقولها بكل صراحه انا من الناس اللي جيت اقول لا ما عجبتك لانك ما شاء الله هذه بدايه انطلاق لا توقف لا تناظر على السلبيات اللي راحت طالع قدامك انت انسان انت طاقه ايجابيه تمشي الله يوفقك الدنيا واخره عسى الله يوفقه وهذا الشخص سبحان الله ما ينخاف عليه ضد اللي يطلعوا هذا ما ينخاف عليه هذا جبن والله انه يوفقه ويسر امره وقل يا ابو سلطان قسم بالله انك انجبت لك شخص نادر الوجود سلطان يعجز الكلام عنده سلطان الادب سلطان الاخلاق سلطان الخزعه سلطان والله العظيم انه للجميع مو لنفس الحال وأنا هني على حاجة على خلقه على بره سأل الله أن يوفقه يسعدني الدنيا وآخر السلطان النزي صراحة فيه طاقة إيجابية غير طبيعية رجل مبادر دائما وسباق للطيب والعلم الطيب أقول إن شاء الله بإذن الله طلوعك من هالبرنامج ومع هالباب
هو بداية النجاح، هو الانطلاقة. أنت الآن طال عمرك ما شاء الله تبارك الرحمن طرحت الكثير هنا في برنامج كاريزما، أيضا عرفك الناس وعرفوك العالم، فأتمنى أنه يزيد نجاح إذا طلع من هنا ويكون مستمر ولا يوقف. والله سلطان العنزي أطيب شخص موجود في المنطقة، شخص مكانه خالي، راح نفقده حقيقة الأيام هذه، لكن اللي يهون علينا أنه ما بيقل القليل إن شاء الله. تبي أقول لك شيء فعلا بيخلينا نتغير الأيام الجاية بسيط مرة؟ أسلم. إن أطقمنا بتكون يعني ما فيها ذوق، ترى كل شخص في المنتجع يرجع سلطان ينسق له اللبس اللي يلبسه. فأتوقع سلطان يعني ما أدري والله مشاري تتلخبط. سلطان كلمة تقولها لأخويا. أول شيء أتمنى لهم التوفيق، الله يوفقهم دنيا وآخرة. هذيل مش أخوياي، هذيل أخواني أنا، أخو سلطان العنزي. أنا علم الله قلتها، قلت أنا حبي كان لأهلي بشغف وقوة، الآن صار حبي على 26 شخص كمان. الله يوفقهم وسدد خطاهم، وصدقني سلطان طلع وباقي 16 سلطان لسه، أو 14 سلطان باقي. الله يوفق توفيق يا سلطان، الله يسعدك. وبالله عادل بن هيف، عادل بن هيف ذا يعني أبيكم تهتمون فيه. تهتمون فيه والله يا سلطان، والله العظيم يا جماعة الخير إني أقولها وأنا صادق، هذا الرجل خدوم، خدوم بشكل ما تتصور. ما أقول له شيء لو يتحمس أكثر مني، وأنا قلت هذا للشباب والله العظيم صادق يا أخوان، والله العظيم إنه يضر نفسه على حسابنا الآخرين يستفيدون. تلقون مثل هذا الشخص والله ما تلقون. الله يوفقك أنت تفتح القهوة في الخبر وأسوي بس كورن العادليات، بس وعد قهوتي تسلمني أنا بيت قهوة كورن العادليات، ترى جربت قهوة البلاش تجيب بالشارع المشرقية اليوم الخميس، أبد تجيكم إن شاء الله بكرة بإذن الله تكون جاهزة بإذن الله. هني في الفوز المركزي يا جعل المسرحية يوم الخميس يا جعل بإذن الله يقولون إن شاء الله تقول الطول يا أخوان، يكونون الثاني في الملعب لكن الله يقدمني على يا رجل، أنت أول واحد صح يا جعل المسرحية.